بالموصل هو نكهة خاصة، ولازم كل بيت يعني أكثر الموصليين على المائدة يوجد السوس، لأن السوس له فوائد خاصة للجسم، مثل يمنع التعرق، يقلل العطش، يفيد الصايم. تصير قاعدة بعد الفطور حوالي الساعة 10 أو 11 بالليل، تقعد العائلة تلتم على البقلاوة والزلابية، هاي لازم نقول من الثوابت اللي موجودة لازم بعد الفطور.